السلام عليكم مشاهدي الصفحة ديالنا الأوفياء، ومبارك عيدكم، تعيدوا وتعودوا إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نتكلم لكم على بمناسبة الحج والوقوف بعرفات، غنتهضروا على الحجر الأسود. الحجر الأسود اللي هو حجر مقدس موجود في الكعبة المشرفة مكة المكرمة، يعني في السعودية. وهذا الحجر الأسود كيحظى بواحد المكانة خاصة في الإسلام، حيث يقبلونه المسلمون ويسلمونه أثناء الطواف في العمرة ولا في الحج. ضروري خصك يقبلوا هذاك الحجر الأسود ويسلموا عليه. وهناك بعض المعلومات اللي غابت على البعض وكيعرفها البعض، يعني وبالمناسبه غادي نقدم لكم لاول مره غتشوفوا كيفاش كيتم تعطير الكعبه وكيفاش كيتم المسح ديال هذا الحجر الاسود، وغتشوفوا الباب تبارك الله سبحان الله تعالى ديال الكعبه المكرمه. اذا الاسم كيتسمى الحجر الاسود باسم الحجر الاسود او الركن الاسود او الحجر المكرم، فهمتني؟ ان هذا كما كيقول بعض القصص انه حجر جاء من السماء ونزل بحال داكشي ديال نيازك الاحجار الكريمه، يعني ماشي من الارض. الشكل والحجم هو عبارة عن كتلة حجرية سوداء غير منتظمة، يعني ما عندهاش شكل محدد، والارتفاع ديالها متر ونص والعرض ديالها جوج الأمتار. موجودة في إحدى الأركان الكعبة المشرفة. كيتم التثبيت ديالو في واحد الإطار فضي. الأصل يعتقد أن هذا الحجر الأسود هو معدن فريد كما قلت لكم، تم الجلب ديالو من الجنة، فهمتيني؟ سبحان الله العظيم. وبعض معظم العلماء كيقول لك بأنهم يرجحون أنه نيزك أرضي، على حسب سميتو، على حسب هاد العلماء اللي يؤمنوا. وهذا الحجر الأسود أحد المقدس الإسلامية، ويرمز لبداية ونهاية الطواف حول الكعبة دائما في البداية وفي النهاية. ما نطولش لكم، انا غادي نخليكم تشوفوا كيفاش كيتم سميتو عليه، وغتشوفوا لاول مره بواحد الشكل جميل.